في ظل ما تشهده مصر من تطور لكل مناحي الحياة، فقد أطلقت الحكومة المصرية استراتيجية ادرس في مصر. واليوم تم الإعلان عن المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، والتي تهدف إلى تقديم العديد من المنح والامتيازات للطلاب الدارسين والوافدين إلى مصر، حيث تسابقت الوزارات المختلفة إلى تقديم تسهيلات وتخفيضات على العديد من الخدمات، كالخدمات الاجتماعية والعلاجية ووسائل النقل والطيران ودور المسرح. السياحة التعليمية اللي أطلقت النهاردة زي ما احنا شايفين، جميع السادة الوزراء ادوا منح لجميع الطلاب. معالي وزير النقل لما يقول انه ادى 50% تخفيض على كل وسائل النقل المصرية للحقيقة لدعم أولادنا الطلاب الوافدين، 50% للعبارات اللي هي ما بيننا وما بين الأردن، ما بين العبارات في السعودية وما بين كل الدول الشقيقة، بيديهم دعم بالنقل البحري والنقل النهري 50%، السكك الحديدية دي الحقيقة المنظومة اللي هي أو نقدر نقول المنح المقدمة من وزارة النقل. وزارة الثقافة النهاردة أطلقت أيضا هناك منح لأكاديمية الفنون المصرية لجميع الطلاب الوافدين من جميع أنحاء العالم. غير كده أن بياخدوا 50% خصم على جميع تذاكر حفلات الأوبرا، مسارح المملوكة للوزارة، وده بيؤكد دور السياحة التعليمية وإكساب الطالب الحياة الثقافية والفنية والترفيهية بجانب الحياة التعليمية. ايضا ان كل مراكز الابداع والابتكار اللي في وزارة الثقافة ايضا بياخدوا 50% خصم مقابل اشتراكهم. النهاردة شفنا ايضا وزير السياحة والاثار لما بيطلق مبادرة تحت ايجي ايد، اللي هو جميع الطلاب الوافدين يزوروا جميع الاماكن السياحية والاثرية في مصر بتخفيض 50% من قيمة التذكرة، وده طبعا دعم كبير من وزارة السياحة في هذا الشأن. أخيرا وزارة الطيران المدني، هل نتخيل أن عدد الطلاب الوافدين من جميع أنحاء العالم من الديستنيشن ومن بلدهم حتى مصر ذهاب وعودة هم وأسرهم بيتلقوا 25% خصم من وزارة الطيران المدني على مصر الطيران؟ مش كده وبس، كمان الطيران الداخلي من خلال شركة إير كايرو بياخدوا 25% خصم للطالب الوافد وأسرته. بدون وسائل مواصلات جيدة سواء داخلية أو خارجية من جوه البرة أو من برة الجوه، ما يتمش سياحة جيدة إلا بوسائل مواصلات جيدة. عشان كده وإحنا بنخطط كوزارة النقل دايما نصب عيوننا موضوع السياحة. بننقل كل بنربط ما بين مصادر الانتاج سواء صناعي او زراعي ومناطق الاستهلاك في المناطق السكانية او مناطق التصدير في المواني، ده هدف رئيسي. ولكن اللي اهم منه ويمكن هتسمعه في كلامي دايما ان احنا برضو بنربط المناطق السياحية ببعضها، زي ما هتشوف مثلا القطر القطار الكهربائي السريع الخط الثالث بالتحديد، طبعا الخط الثاني سياحة، الخط الاول سياحة، ولكن الخط الثالث بالتحديد احنا عملناه بناء على مطالب الغرف السياحية وشركات السياحة وخاصة الألمان والروس. احنا عندنا جامعة الملك سلمان، جامعة محترمة جدا، وحتى الفريق كامل بيقول لي فيها كم، قلت له فيها 4000 دلوقتي على 3 أفرع، هي تشيل أكتر من كده، فرع في شرم الشيخ وفرع في التور وفرع في راس سدر، كل منطقة فيها الكليات بتاعتها. يعني عندنا طب، عندنا أسنان، عندنا صيدلة، عندنا هندسة، عندنا صناعات صناعية، عندنا سياحة، كليات في هذه المنطقة. النهاردة إحنا بصدد ملف جديد استهداف الطلبة الوافدين إن هم يدرسوا في مصر لسنوات عديدة، واللي بيها الحقيقة هذا الطالب بيعتبر خلاص بقى ابن البلد،
اتعلم فيها وأكل من أكلها وتداخل مع أولادنا في الجامعات المختلفة، فأصبح سفير لينا يتكلم عن حضارتنا، يتكلم عن بيوتنا، يتكلم عن الطعام والمائدة المصرية. وكل هذه الأنماط الحقيقة بتشجع على زيادة الاستهداف للسائحين للوفود إلى البلد. منظومة المنح هي إحدى أهم أدوات القوى الناعمة المصرية ومن أهم مكونات التواصل الخارجي. التواصل الخارجي ليس فقط بالنسبة لنا كوزارة خارجية تواصل بين المسؤولين، إنما التواصل الشعبي هو المهم. التواصل للطلاب ووجودهم في مصر بتخلق سفراء من هذه الدول في مصر. النهاردة يعتبر يوم تاريخي في تاريخ مصر، لأول مرة في الشرق الأوسط دولة عربية تطلق منح للعالم، من الشعب المصري للشعب لشعوب العالم، جميع شعوب العالم. والمنح المقدمة من مصر لشعوب العالم طبعا الهدف منها توطين العلاقات ما بين مصر وكل شعوب العالم. أيمن دياب لبرنامج على مسؤوليتي.